الفندي رئيس مجلس إدارة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. أستاذ حسن، صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك يا فندم. يا رب يخليك. احنا عارفين دلوقتي طبعا ان انتوا عم يعني الغرفه غرفه الصناعات الغذائيه عندها حاله من الطوارئ 24 ساعه معلنه داخل الغرفه، بقى تتعاونوا دلوقتي مع شركات، بتشوفوا السلع اسعار بتنزل، يعني عايزين بس الحاجات المهربه، عايزين نفهم كده الساده المشاهدين بشكل عام غرفه الطوارئ بتعمل ايه دلوقتي. الو، ايوه معاك حضرتك. ايوه مع حضرتك فندم، اتفضل. انا بالنسبه للسكر كازمه في ايوه اختلاف اسعار، تمام. اختلاف الاسعار بيؤدي لدخول مضاربين زي ما حصل قبل كده في السجاير او حصل دلوقتي في الدولار. فروق الاسعار دي كان يعني توحيد سعر السلعه بيؤدي الى ضبطها، تمام. توحيد سعر السلعه. القرار طلع حضرتك ان السكر بيتباع ب 4500 جنيه من المصانع المنتجه عن طريق الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، تمام عشان التعبئه، عشان يصل للمستهلك ب 5 جنيه. تمام رفع السيد وزير التموين دلوقتي السعر ب 6000 جنيه. تمام، يعني هيبقى السعر كده احنا سعر الكيلو 6 جنيه المفروض يا فندم. تمام. احنا يعني كمستخدمين للسكر كماده خام، اللي هو مصانع الحلويات والمربى والحلاوه الطحينيه، كل مستخدم السكر كماده خام بنستلمه برضه من الشركه القابضه حضرتك ب 6000 جنيه طن. تمام. نتيجه يعني نقص السلع في الاسواق دخلوا مضاربين. المضاربين طبعا بياخدوا السكر الرخيص اللي هو سكر التموين عشان يرفعوا سعره لاعلى من كده، ده وضع طبيعي. طيب استاذ حسن، موقف الغرفه ايه تجاه مثلا دلوقتي مع الحملات اللي بتحصل من وزاره التموين؟ بيلاقوا مصانع مصانع عصاير، مصانع حلويات كانت مخزنه السكر بالاطنان ومهرباه. الغرفه لا هنا كلمه مهرباه بعد اذنك، يعني انا ممكن يكون كمصنع بلاش السكر اي خامه عندي منها رصيد، ادام الرصيد ده مشتريه ومعايا فواتيره بصوره رسميه ما يبقاش تهريب. يعني افترض ان مصنع مخزن 100 طن كاكاو، 20 طن ملح ليمون، اي خامه من خامات ده ما يعتبرش تهريب يا فندم، يعتبر تهريب لو هو واخد سكر تموين بسعر رخيص وبدا يطرحه في الاسواق. اي فندم، انا بيتذكر بتكلم حضرتك الماده الخام يعني عشان تبقى قانونيه وهو مخزنها ليها بشكل، فواتيرها يا فندم، ليها فواتيرها وليها ليها فواتيرها. ايوه يا فندم. طيب يعني الراجل اللي هو مخزن سلعه بهدف المضاربه المفروض حصلت عليها منين؟ والله قبل القرارات كان عندي مخزون، وده ارصدت المخزون في المخازن. ده ما بيضاربش، اللي بيضارب اللي هو بياخد سلعه رخيصه تخص فئه من الشعب بيطرحها لاهداف ثانيه، ده اللي بيضارب. تمام. طيب بالفرض ان دلوقتي حضرتك هو اتمسك وحضرتك تاكدت انه بيضارب وما لقيتش عنده يعني الفواتير اللي حضرتك بتقول عليها دي، وتاكدنا ان هو واخد السلعه دي من الناس مخزنها، ده يعني هنا الموقف غير ان هو بيتقبض عليه، الغرفه بيكون ايه يعني ايه الاجراء اللي المفروض بتاخده؟ ان هو يتشتت من الغرفه بيني وبينك، يعني احنا يعني لا المفروض، ولا ده انا في بيحصل يا الاجتماع. فندم؟ لا ده لسه، ده طرح جديد، وانا مع حضرتك بقول ان انا ان شاء الله هتقدم بطلب ارجوك في مجلس اداره الغرفه ان ده يخرج من صناع الشرفاء على الاقل. يعني ارجوك. تمام، انا بشكر حضرتك جدا استاذ حسن فندي عضو غرفه الصناعات الغذائيه. انا